ويسعد لي صباحكم مستمعينا ومشاهدينا من جديد في برنامج صباحكم سعودي على إذاعة MBC FM. أهلا وسهلا. طبعا من الأخبار المحلية، الشؤون الإسلامية توجه بقصر إقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والمساجد المهيئة وفق البروتوكولات الوقائية. يا سلام. راح نتكلم أكثر وراح نناقش هذا الخبر معانا الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد من صحيفة اليوم. صباح الخير أستاذ عبد الرحمن. يا هلا والله أستاذ جمانة، لك والأستاذ أحمد وبقية الزملاء والمستمعين. حياك الله، يا أهلا وسهلا. حتقول لنا عن تفاصيل هذا الخبر اللي نشرته الشؤون الإسلامية اللي توجه بقصر إقامة عيد أو صلاة عيد الأضحى في الجوامع والمساجد. نعم طبعا، هذا خبر اللي هو بثته وزارة الشؤون الإسلامية اللي هو بقصر الصلاة أو صلاة عيد الأضحى على المساجد والجوامع المهيئة ضمن بروتوكولات العودة التدريجية علشان جائحة كورونا. طبعا كنا نعلم أنه في السابق أنه يعني مصليات العيد كانت تقام في المصليات المكشوفة، لكن الآن بحكم يعني حقيقة اللي هو جائحة كورونا وقيام أيضا، خلينا نتكلم بكل صراحة، يعني نبغى نشكر حقيقة جهود وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الشيخ الوزير الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والجهود يعني حقيقة الكبيرة اللي يقومون فيها من ناحية سلامة المصلين وصلاة وسلامة مرتادي المساجد، لأننا نعلم أن المساجد الآن يعني يجتمع فيها الكل، يأتي إليها الصغير والكبير، وإذا لم تكن هذه المساجد مهيئة وإذا لم تكن هذه المساجد مطبق فيها بروتوكولات السلامة، فإنه بالتأكيد بيكون يعني حقيقة مشكلة كبيرة، يكون في يعني انتقال لا سمح الله العدوى، ولذلك تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بجهود كبيرة في هذا الموضوع. طبعا هذا طبعا يندرج تحت جهود المملكة العربية السعودية اللي تقوم فيها تحت المظلة الرئيسية اللي مظلة وزارة الصحة، وما تقوم فيها من جهود كبيرة يعني حقيقة للحد من انتشار هذه الجائحة، وما قامت فيها يعني حقيقة المملكة من يعني حقيقة يعني إطلاق الكثير من البرامج، برنامج تطمن، برنامج تأكد. أيضا خلينا نشير إلى أيضا ما قامت فيها يعني المملكة من جهود بعلاج طبعا المواطنين وعلاج أيضا المقيمين ومخالف الإقامة. في يعني حقيقة خطوة لم تتخذها أي دولة أخرى. كل هذا يعني حقيقة من حرص المملكة العربية السعودية على سلامة المواطن وسلامة المقيم وسلامة زائر المملكة العربية السعودية كائن من يكون. أيضا نعم، إذا سمحتوا لي أضيف طبعا. طبعا العادة أو جرت أو المتبع العادة يعني أنه الصلوات العادة تكون أو صلاة العيد تكون يعني جزء منها في المصليات المكشوفة، ولكن زي ما قلنا احنا بحكم انه الان يعني احنا نمر بجائحة ان شاء الله وقال الله منها بإذن الله، اقتصرت الصلاة على جوامع ومساجد محددة اشترطت فيها وزارة الشؤون الإسلامية اللي هي وسائل السلامة، بحيث مثلا من ناحية التعقيم، من ناحية التنظيف، من ناحية وجود مثلا معقمات ومطهرات، وكل هذه الأمور إن شاء الله تصب في النهاية إن شاء الله إلى سلامتنا جميعا. يعني أكدت أنه ما تقيمها في المصليات المكشوفة بسبب الظروف الاستثنائية اللي احنا قاعدين نواجهها، صحيح؟ صحيح نعم. لأنه أستاذ جمانة المصليات المكشوفة يمكن يكون في صعوبة، يعني مثلا صعوبة في تطبيق إجراءات السلامة بحكم أن المصليات المكشوفة مصليات كبيرة ومفتوحة ولها أكثر من مخرج، ويمكن ما يكون في التزام مثلا بوسائل السلامة، لكن بالنسبة للمساجد المغلقة أو الجوامع المغلقة والكبيرة والمرتبة يعني واللي يتم فيها ترتيب معين، هذه ممكن يكون فيها يعني اهتمام أكبر، ممكن يكون السيطرة أكبر من المصليات المكشوفة. المكشوفة يعني ممكن يعني صعب السيطرة عليها شوي، صحيح؟ أي نعم، ما يكون فيها يعني حقيقة التزام بوسائل السلامة مثل الجوامع المكشوفة، وهذا حقيقة جهد يعني حقيقة تشكر عليه الوزارة وتشكر عليه يعني حقيقة حكومتنا اللي يعني تقوم بجهود كبيرة لأجل إن شاء الله سلامة المواطن والمقيم وسلامة كل من يزور المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نسمع بإذن الله قريبا عن انتهاء هذه الجائحة ونحن بصحة وسلامة يا رب. ونرجع نصلي في المساجد المفتوحة والمكشوفة ونوزع الحلويات والهدايا مثل ما العيد. يا سلام، ما زلت توزع الهدايا يا أحمد؟ والله احنا لازم، لا بد، ها الوالدة ما تخلينا يعني لا طول بعمرها، لازم ها يلا الكل يشتغل. وهذا يوم يعني دائما صلاة العيد نتكلم، يعني فترة فعلا استثنائية، ونتكلم على حج هذا العام راح يكون استثنائي، فان شاء الله راح تعد هذه الأيام على خير وترجع أيامنا مثل ما كانت وأحسن يا رب إن شاء الله. يا شكرا رب لك الكاتب الصحفي عبد الرحمن المرشد من صحيفة اليوم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. شكرا لك، الله يا هلا وسهلا.
طبعا اكيد احنا نوجه الشكر لوزير الشؤون الاسلاميه الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ على هذه يعني المبادره. نشكر حكومتنا برضو على اهتمامهم فعلا بالمواطن والمقيم. صحيح، يعني هذا كله باهتمامهم لصحه وسلامه المواطنين والمقيمين. صحيح.